هذا الموضوع الآن يتعلق في الاستثمارات والاستثمار في الأردن، يتعلق في تطوير الحياة الاستثمارية في الأردن. نحن نعود إلى الوراء في هذا الموضوع أم نتقدم؟ لماذا الحكومة مصرة على أن تقتل كل مناحي الاستثمار وكل نواحي الاستثمار في الأردن؟ الحقيقة احنا ما بنعرف شو الهدف، نعم، بس هم مش راضين يفهموا انه هذا بقتل الاستثمار. نعم. بدوروا على كيف السيارة توقف، وين توقف، عدد السيارات، وكأنه المشكلة في إيقاف في موقف السيارة وليس المشكلة في عدد السيارات. الحقيقة النظام هذا طارد للاستثمار. نعم. طارد للاستثمار. والمهندس زهير أطلق تصريح إنه هذا أطلق رصاصة الرحمة على قطاع الإسكان، وهو فعلا أطلق رصاصة الرحمة. إحنا صرنا بنعاني في قطاع الإسكان، صرنا من 2010-2011 مع أمانة عمان الكبرى في تجبرها على قطاع الإسكان وعلى المستثمرين في قطاع الإسكان بدون سند قانوني، بدون نظام. الآن أصدروا النظام هذا، وبالتالي لن يبقى استثمار في قطاع الإسكان إذا تم تطبيقه. حتى بدون ولكنه صدر هذا القانون فعليا. هو نظام دكتور. يعني